يعني الصلاة، الصلاة خطأ. لماذا قال إقام الصلاة؟ ما الفرق؟ عمرو يدنا بعيد بعد بعيد الصلاة، رأت بعيد بعد بعيد إقامة الصلاة. تحمل الصلاة ما تري بعد كل لا يجوزني، إقامة الصلاة بعد بعد كيف كل عمل يوم. تأكيد دويت يوم كيف فرق سر كي عمل إقامة الصلاة لا يصير بعد يوم، والصلاة ما تري بعد كل عمل بعد كم. كيف فرق؟ لأن هذا قد يصلي بلا وضوء. كنجي صلاة ما تري بعد كم تقول سر تكيد بينا ولا بنا بعد بعد كم. هو صلى هنا لكن ما أقام الصلاة. ولا نماذج نقولي ترى إقامة الصلاة جزء من الصلاة كلها أو يصلي الفجر ركعة واحدة هو صلى لكن ما قام الصلاة وفضل نماذج كيف رجع مطري بدر نماذج نقولي ترى إقامة الصلاة أو يصلي ولا يقرأ الفاتحة هو صلى لكن ما قام الصلاة ويستيقظ الليل بناء فاتحة نماذج ما تقولي ترى بناء فاتحة نماذج إذن إقامة الصلاة لا بد أن تأتي بالصلاة قائمة مستقيمة على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى. من بچی کامن صلاح کے اوپر اللہ تعالی نے سبھی کو اور بتایا کہ وہ سب سے لائے سامنے کی رتی انصار نماز پڑھو اور سب سے رائے کرنے مانگ جو کام کرنا بندوں نے اقامت الصلاه بنا اور رکن الثالث تیسرا رکن مانع